العمل معه كان ك ك كلحظة جميلة في زمن جل ما فيه رديء. رجل حمل الأمانة، حملها بكل قوة، طبق الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كان رجل مثال في العطاء والإخلاص والتجرد والنزاهة والشفافية والوقوف عند الحق وعدم المحاباة، لا محاباة لا لعائلة، لا محاباة لتنظيم، لا محاباة لصديق، ولا محاباة لمعرفة. رجل قل الرجال مثله في هذا الزمن الصعب. ربنا يوفقه ويعين اللي بعده أن يقوم بأداء الأمانة كما قام بها أبو عمر. الله يجزيك خير. يعني حقيقة أشعر بالفخر والاعتزاز أنني بجوار هذا الرجل منذ سنوات طوال، حينما كنا في أكثر من عمل وفي نقابة المهندسين، ولكن السنوات الست الأخيرة كنت قريب جدا. أفتخر بهذا الرجل الذي هو مثال للرجل القائد الحقيقي، هو فعلا يستحق لقب عمدة خان يونس. رجل معطاء، رجل لم نرى منه إلا الخير، رجل عصامي شفاف حق، يسعى نحو الحق دائما ولا يخشى بالله لومة لائم. فكل التحية والتقدير إلى أخي الكبير أبا عمر رئيس البلدية، الذي نعتز بأنه نقول له هو رئيس البلدية الدائم، نفتخر ونعتز به، وما زلنا نتعلم وسنبقى نتعلم من هذا الرجل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث عن أخي الحبيب المهندس يحيى الأصطل أبو عمر، أقول أن الأخ أبو عمر هو كان قامة في مدينة خان يونس قبل أن يدخل البلدية، وبقي قامة وهو على رأس عمله في رئاسة البلدية لمدة سنوات، ست سنوات، وسيبقى قامة من قامات خان يونس بعد أن ترك رئاسة البلدية. من خلال السنين التي عملت بها جنبا إلى جنب مع أخي الحبيب أبو عمر، من خلال موقعي كوزير الحكم المحلي، تميز أبو عمر بإخلاصه الشديد وتجرده وعدالته، وكان متفانيا في العمل، محبا لمدينته مدينة خان يونس، كان متميزا في أدائه بما يخص العديد من المشاريع والتطور الذي صاحب عدة مجالات في بلدية خان يونس خلال فترة عمله. نقول لك يا أبو عمر شكرا على جهودك وعلى تميزك. يعني لا شك الأخ أبو عمر الفترة اللي احنا تعاملنا فيه معك كشركاء أبدى بشكل واضح إحساس عالي بالمسؤولية ووعي ودراية بما يحتاج سكان هذه المدينة. بالتالي نحن خلال عملنا لم نشعر أنك محتاجين وقت طويل لكي يعني يكون هناك فهم مشترك، ودائما ما كان هذا الرجل يعني في المقدمة يسهل مهمتنا في تنفيذ المشاريع التي نعتز أنه نفذناها خلال فترة وجوده بشراكة مع البلدية. سنفتقد هذا الرجل، ولكن هذا الرجل أيضا ترك وراء إذ سنمشي وسنعتز بأن نكون خلف في هذا الإذ، ونؤكد اعتزازنا بالشراكة مع بلدية خان يونس، مع المجلس البلدي ومع رئيس بلدية جديد الأخ الأستاذ علاء البطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين، وبعد، أقدر أخي أبا عمر تقديرا كبيرا على الجهود العظيمة التي بذلها من أجل رفعة بلدية خان يونس، والجهود التي بذلها من أجل راحة الناس هنا في خان يونس. لقد قام بمشاريع كبيرة لم يسبقه رئيس قبله في هذا المجال، ومنها مشروع الترقيم وأسماء الشوارع وأكوادها، وكذلك القيام بمحطة تحلية على شاطئ البحر من أجل مصلحة أهل خان يونس، بالإضافة إلى قلم الجمهور الذي يشبه مداخل البنوك الكبيرة في الدول الكبرى. وما يقوم به ليلا أو نهارا
كله لخدمة هذا الشعب، حيث كان يتوجه إلى عمله أحياناً بعد العشاء ويستمر إلى ما بعد منتصف الليل ثم يعود إلى بيته. لقد كان يسهر بالليل ويعمل بالنهار من أجل رفعة هذا الوطن، بالإضافة إلى مكانته كرئيس لجنة الطوارئ في الكوارث التي كانت تأتي على أبناء شعبنا، ومنها الحربين الأخيرتين التي كان على رأس لجنة الطوارئ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد تعرفت على أخي الحبيب المهندس يحيى الأصل منذ حوالي 20 عاما، وقد تعرفت عليه في مجالات عملية ومجالات فنية ومجالات لها علاقة بنقابة المهندسين، وفيما يتعلق ببلدية خان يونس وفترة رئاسته للبلدية خلال 6 سنوات الماضية، شكل المهندس يحيى الأصل نموذجا فريدا مقارنة بأقرانه من رؤساء البلديات ومن القيادات العاملة في هذا البلد، فقد كان نموذجا وقدوة في التواضع وفي الزهد وفي الحلم، فكان حريصا كل الحرص على الشأن العام، وكان يجتهد ويصل الليل بالنهار كي يخدم سكان خان يونس ومدينة خان يونس، فقد كان نموذجا للمهندس المتدين العملي الذي يعمل بكل جهد دون محاباة، دون أي مجاملات لأي فئة أو أي طائفة، فكان حريصا على أن يستند في كل عمله على النواحي الفنية والنواحي العلمية ويستشير كل من حوله. بصدق فترة رئاسته للبلدية شكلت قفزة نوعية ونقلة في مجالات العمل البلدي في خان يونس، وبإذن الله عز وجل سيستمر عطاؤه ويستمر إنجازه حتى بعد فراغه من البلدية، حيث أنه الآن عضو في المجلس البلدي. نسأل الله عز وجل له العون والسداد والصحة والعافية، وأن يجعل كل ما قدم في ميزان حسناته. في اعتقادنا أن بلدية خان يونس شهدت محطة رائعة وراقية في وجود أخينا المهندس يحيى الأصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى الراية شامخة وأن تبقى خان يونس في عزتها ورفعتها، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. من الصعب جدا أن يترك أو يترجل فارس كالمهندس يحيى محي الدين الأصل أبو عمر، والذي كان له بصمات طويلة سواء في العمل في خلال وكالة الغوث، وكان مسؤول عن العديد من المشاريع ومنها مشاريع الإسكان في محافظة خان يونس والموجودة حاليا، وأيضا أبو عمر كان نعم الصديق والقائد والأخ الكبير الذي يجمع ما بين العقل والقلب والأداء والإخلاص والمهنية خلال فترات التخطيط والعمل العمراني والتنمية وأيضا والأيام العادية، وكما هو قائد أيضا في الأزمات من خلالها فترة الحروب التي مرت بنا وفترة أزمات الأمطار والعواصف والرياح ومر شعبنا، فكان نعم القائد اللجنة المركزية للطوارئ في محافظة خان يونس، وكان لنا الشرف العظيم بأن نعمل جميعا تحت إمرته مؤسسات وأفراد عاملين ومتطوعين. فأبو عمر كان هو البسمة والنسمة والعقل الذي تميز في محافظة خان يونس، وهو نموذج للعطاء اللامحدود الذي يتعدى الشخصنة والذي يتعدى الحزبية ويتعدى كل المفاهيم العنصرية، وإنما يعمل من أجل الإنسان الفلسطيني الموجود في محافظة خان يونس من أجل رفعته. وأيضا أبو عمر هو نموذج لكل الشباب القادم، نأمل من أخونا المهندس علاء محمد البطة الرئيس الجديد أبو المعتز بأن يكون على نفس الدرب وعلى نفس النهج، وكلنا أيضا سنكون فريق عمل واحد بإذن الله كما كنا مع الأخ أبو عمر وفقه الله. نتمنى له سديد الرأي والصحة والعافية، وأن يكون أيامه القادمة إن شاء الله أيام سعادة. أبو عمر رئيس بلدية خان يونس كان من الناس المجتهدين المثابرين الذين يعني لا تكاد تفتقدهم في أي مجال من المجالات، خاصة في الأزمات تجده دائما وأبدا على رأس عملهم وبين المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا اليوم نحن في اتحاد شباب عائلة الأصل لنكرم أخانا المهندس أبو عمر الأصل رئيس بلدية خان يونس على سنوات خدمته في رئاسة البلدية، وكان مثالا للعطاء اللامحدود.
سائلين المولى عز وجل أن يجعل سنوات خدمته في ميزان حسناته، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. حقيقة لا نملك إلا الدعاء بالصحة وطول العمر لأخينا الفاضل أبو عمر الأصفل، الذي كان معنا في لجنة تحسين وتطوير مخيم خان يونس. كان ليس شريكا، إنما كان شريكا وقائدا، وكل ما أنجزناه في مخيم خان يونس من تبليط للشوارع، من تهيئة لشوارع المعاقين وتيسير لحياتهم، من تفريغ ساحات، من رصف طرق، كان كله بفضل دعم وقيادة أخينا المهندس أبو عمر الأصفل رئيس البلدية. وفي هذا المجال لا نملك إلا أن نقول له رجاء أن تبقى مستمرا في عطائك. فسيدنا خالد بن الوليد كان يقاتل قائدا وقاتل جنديا ولم يتوقف، فهذه سنة الله في خلقه، أن يبقى الإنسان عاملا من أجل المصلحة العامة، مؤثرا مصلحة الغير على مصلحة الشخصية. وبالله التوفيق، جزاه الله خيرا، وإن شاء الله في ميزان حسناته كل جهد بذله وكل إنجاز عمله. والسلام عليكم.